السلام عليكم، أنا محمد الجامح. زمان إذا كنت بتشتري سيارة فكانت الخيارات جدا محدودة، يعني مثلا إذا كنت بتشتري سيارة دفع رباعي بس ما تقدر تشتريها فخمة، أو أنك تشتري صالون فخم بس ما في أي مواصفات ثانية يعني، أو أنك تشتري سيارة رياضية بحت. بس لاند روفر سوت خلطة كذي حلوة، دمجت ما بين الفخامة والسيارات الرياضية، رينج روفر سبورت 2022. الوحش اللي معانا اليوم رينج روفر سبورت 2022. جمال ما شاء الله، كيف السيارة جميلة، خاصة اللون اللي معطاية صراحة فظيع. عندكم لاحظوا ان الشبك مصبوغ كامل باللون الاسود، طبعا هذا طلب من الوكالة، ونفس الشيء شعار رينج روفر مصبوغ باللون الاسود. تفاصيل بسيطة بس جميلة، الكاربون فايبر ماخذ كذي لاين خفيف بس جميل جدا بالسيارة. عندكم هني LED وفتحات، هذه حقيقية، فتحات تبريد حقيقية. الزايدة بعد نفس الشيء، ما شاء الله جميلة جدا، يعني ما شاء الله أشوف السيارة تغزل فيها. عندكم الفتحات اللي موجودة على البونيت نفس الشيء كاربون فايبر، وهالفتحات الجانبية كاربون فايبر. طبعا الفتحات هذه ما حقيقية بس هذه حقيقية. بشكل عام السيارة ما جميلة وبس، السيارة في قمة الجمال. السيارة هذه من الخلف السيارة ما شاء الله جميلة بعد، يعني كيف أنا قلت عنها جميلة من الأمام، بعد السيارة من الخلف ما شاء الله كثير جميلة، ولمسات الأسود موجودة في كل مكان تقريبا، في الديفيوزر، في الخطوط هذه، هذا كاربون فايبر. اللمسات اللي عليها كلها رياضية، فالسيارة ما شاء الله جميلة. طبعا الإكزوست تغير من الجيل الأقدم، صارت أجمل صراحة. عندكم هني شعار السبورت وشعار الـ HST، حتى الإنارات تغيرت من الموديل الأقدم صراحة، الإنارات صارت أجمل بكثير من الموديل الأقدم. نجرب نشوف الصندوق الخلفي، طبعا الصندوق الخلفي يفتح كهربائي، المساحة ضخمة ما شاء الله، مساحة كبيرة جدا. براويكم شيء، أول ما تفتح الباب سايد ستيب أوتوماتيك يجي، وبنفس الوقت البيبان شفت. السيارة سبورت دلع جمال، كل شيء موجود بالسيارة هذه. من الداخل شوف السيارة ما شاء الله كيف فخمة، السيارة جدا جدا ما شاء الله فخمة، يعني لاحظوا الجلود المستخدمة والتصميم البسيط اللي جاي عليها. السيارة هذه يعني أنا بصراحة أنا أكثر شخص معجب تصاميم رينج روفر، عندهم بساطة في التصاميم بس يعطوك، ما أعرف يا أخي، عينك ترتاح في السيارة هذه. شوف الكروم، شاشتين طبعا، الشاشة اللي تحت شاشة الإعدادات، هذه تقدر تخصص فيها الأشياء اللي أنت حابنا، الكراسي، أشياء كثيرة، واللي فوق شاشة الميديا. بصراحة الشاشتين جدا نظاف وواضحين. عندكم هني الكب هولدرز، حتى الجير جاي عليه الكنتارة، وفوق السقف كله كنتارة، والكنتارة اللي فيه مبين عليه كنتارة ما عادي، يعني فخم، شيء فخم. الستيرينج كنتارة وفي النص جلد، والأزرار البيانو بلاك. الشاشة الوسطية جدا نظيفة، حتى وانت تسوق تحس ان الشاشة هذه أنالوج، ما تحسها شاشة ما شاء الله من كثر النظافة والجودة. الجلاف بوكس فيها اثنين جلاف بوكس، هذا اللي تحت ممكن بضغطة زر تفتحه، واللي فوق نفس الشيء بضغطة زر تفتحه. عندكم الصندوق الوسطي فيه ثلاجة ما شاء الله جميلة جدا صراحة. وعندكم هني اثنين منفذ 12 فولت واثنين USB وواحد مايكرو سيم، فحاطي لك دلع شوية. وهذا المسند مال الإيد حافظين عليه من زمان ما شاء الله، والكراسي بشكل عام جميلة جدا. فرنج روفر أحييهم على الفخامة هذه. من الخلف السيارة ما شاء الله فخمة بعد نفس الشيء، يعني كيف أنت راكب قدام فخامة، نفس الشيء من الخلف، بس ما أوسع شيء صراحة. عندكم هني المسند الوسطي جميل جدا ما شاء الله فخم. فيه هني مكان اتوقع هذا للريموت لانه صغير، فما اتوقع انه ينفع للتليفون، او اذا عندك تليفون صغير يعني. فالمسند فخم، وعندكم المكيف واصل للخلف USB 2، وبعد عندكم الكيبل هذا اللي ممكن تركب نفس الكيبل اللي موجود في البيت،
نفسها بالضبط. فبشكل عام سيارة جميلة ما شاء الله. الرنج روفر بشكل عام السيارة هذه جدا جدا فخمة، يعني ما شاء الله اسمها كثير مؤثر على السوق، فلما تشوفها بالشارع تحس السيارة فخمة، تحس ان يعني ما تعرف كيف، تحس ان حتى ما اعرف اذا شفت على صاحب السيارة تحسه مكيف وكذي، ما عنده هموم والاشياء هذه. طبعا ما في حد ما عنده هموم، لكن نظرة السيارة كذي كذي تقول. السيارة هذه من قوة اسمها يستخدموها الملوك، تخيلوا ملوك، ما محمد الجامع ملوك. فيعني لاحظوا قوة اسم السيارة هذه ما شاء الله، فهذا دليل كبير ان السيارة هذه ما عادية ابدا، وانت تسوق اصلا تحس انك فخم. الحين انا ما عبر حد في الشارع، خلاص دقت فرازي، ولا بشرب شاي، المرات الجاية بشرب كوفي. طبعا الموديل اللي معانا اليوم 2022، ونزل رينج روفر سبورت 2023. بصراحة هذاك جيل جديد وجميل جدا، يعني شكليا تغير وصار أجمل من قبل. واللي أحبه أنا بشركة الرينج روفر، يعني ما أعرف المصممين كيف يصمم السيارات هذه، يعني عندهم خبرة بالفخامة. الفخامة عندهم يعني تحس كذي، حتى اللي يصمم فخم هو يصمم كذي واثق من نفسه انه راح يصمم شيء فخم. الديزاين جدا خفيف، ما في اي خطوط كثيره وما في لخبطه وما في اشياء تخلي مخك يتلعوز، يعني الاشياء اللي موجوده فيها جدا راقيه، فالتصاميم بسيطه. حتى في الديفندر لما جربتها كان تصميم جدا فخم، فتلاقي يعني هم محافظين على كل شيء بسيط وما معقدي لك الأمور. حتى الشاشة دامجين فيها أشياء كثيرة، يعني عشان يبسطوا لك الديزاين في السيارة هذه. تفصيل صغير عجبني بالسيارة هذه، يعني لاحظوا هذا التفصيل كيف مدققين عليه. أنت لما تخلي يدينك عشان ترفع صوت المسجل وتنزله، حاطينه مرة بدقة على صبعك، واللي تزيد الصوت وترفع الصوت حجمها صغير، بس ما شاء الله مريح كثير، ما يحتاج لأي معاناة. أول إصدار للرنج روفر سبورت كان في عام 2005 تقريبا، نزلوا هالوحش واستمرت مسيرة الوحش تكتمل وتكتمل، وكل يوم يطلع الوحش هذا أحسن وأحسن، وإن شاء الله عقب ما أجرب الاس بي ار. كتجربة قيادة، أول شيء راح تلاحظه بالسيارة هذه إن السيارة ما شاء الله كثير هادية، صوت الماكينة ما يدخل عندك، يعني شيء كذي فخم. عرفت؟ أعرف أني أنا أتكلم عن الفخامة وايد، لأن السيارة هذه صراحة يعني هي السيارة هذه فخمة، فما نقدر نتكلم أكثر عن أشياء ثانية كثر الفخامة. يعني الشيء الثاني اللي راح تلاحظه بالسيارة هذه إن ضغطة الريس، ضغطة الريس أول ما تضغط الريس السيارة تمشي بنعومة. أوكي؟ يعني هذه ميزة جدا جميلة بالسيارات الفخمة، أول ما تضغط ما ترجعك على طول، تعطيك شوية بالراحة تمشي يا ولدي بالراحة. وإذا ضغط الريس طبعا بقوة سيارة بتشل عمرها، لأن السيارة هذه في النهاية فيها دمج السيارات الرياضية، والمسجل صوته نقي، فهذا الشيء جميل بالسيارة هذه. وبنفس الوقت سيارة مرتفعة، بتشوف كل شيء تحتك صغير. إذا عجبتك الحلقة لا تنسى تشترك في القناة وتضيفنا على الانستغرام، اكتب لي رأيك في التعليقات، هل يوجد منافس فخم للرنج روفر؟ تشاو.